الزملاء والزميلات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. نرحب بكم بالمحاضرة الجديدة اللي راح نستكمل بها شرح النيورو فيزيولوجي، فسلجة الدماغ والحبل الشوكي. اليوم راح نشرح موضوع مهم للغاية وممتع، هو الستراتش ريفلكس. ذاك المقطع شرحنا سابقا المصل سبيندل، وكان شرح جدا واضح وممتع ومفصل. فضبط لي المصل سبيندل وتعال هنا، أنا راح تشوف الموضوع مترابط ومنطقي جدا وحلو كلش، فانتبه وياي وانا راح اشرح طريقه كلش راح تعجبك. الستراتش ريفلكس بالبداية، هذا هو ريفلكس، عبارة عن ريفلكس. احنا شرحنا الريفلكس في محاضرات سابقة تتذكرها، وشرحت لك الدائرة مال الريفلكس، ارجع المحاضرة السابقة ضبط لي اياها. شرحنا الريفلكس بشكل عام، اليوم راح نخوض بنوع خاص من الريفلكس، بنوع خاص من الريفلكس. هذا النوع الخاص من الريفلكس اسمه الستراتش ريفلكس. هذا الريفلكس بالملزمة دي يقول لك انه يتم هذا الريفلكس عن طريق المصل سبندر. فإذا فهم المصل سبندر راح تفهم الستراتش ريفلكس. اذا هذا يتم عن طريق آلية وعمل المصل سبندر. شلون؟ تعال خل اشرح لك. باول انتبه وياي، هذه مثل ما قلنا العضلة، هاي اكسترا فيوزل وهاي انترا فيوزل، ومثل ما نعرف بالانترا فيوزل اند بورشن وهاي الميد بورشن اللي هي الريسبتر هنا. فهذه السنسري، هذا البرتقالي العصب السنسري، حياخذ المعلومات من النيوكليار باك ومن النيوكليار تشين، حياخذ المعلومات من هنا ويروح يريد يوديها للسباينال كورد عن طريق هذا النيرف اللي هو شنو، اللي هو سنسري، هذا سنسري، هذا افيرنت، هذا افيرنت سنسري، حيجيب المعلومات من هنا ويروح. طبعا هاي البادي مال الاكسون، وحيدخل للسباينال كورد، يدخل للسباينال كورد من الدورسال هورن. تمام، من يدخل هنا انتبه لي شغله مهمه كلش، بدي اشرح لك الباثوي. من يدخل، طبعا هو حامل معلومه سنسري. شنو هاي المعلومه السنسري؟ هاي معلومه الاحساس. دي هذا العصب هو حامل معلومه وضع العضله. نعم، وضع العضله. ما هو وضع العضله؟ مدى تقلص العضله، هاي المعلومات اللي هو حاملها. خاف تسال، فحاملها ودخل للسباينال كورد من الدورسال هورن. من يدخل هنا انتبه كلش مهمه، حيتفرع الى فرعين، يعطي كولاترال، خلينا نقول يعطي كولاترال. هو يمشي ويسوي ساينابس ويا الافيرنت الرايح، ولكن يعطي كولاترال الانتر نيورون. هسه اشرح لك هاي، انا فقط داوضع لك الباثوي، ولكن ما هي الميكانيزمز والفانكشن اللي راح اديها هسه نشرحها، ولكن بس اريد اشرح لك الباثوي. فمن يدخل من الدورسال هون يسوي ساينابس ويا هذا بالاخضر اللي هو شنو؟ اللي هو الافيرنت، هذا سوري هذا افيرنت، هذا افيرنت، وهذا هو الافيرنت اللي هو شنو؟ اللي هو موتور، هذا الموتور. ها انطى المعلومه الحسيه لهذا الموتور والموتور طلع. من طلع راح نفس العضله، هذه مهمه جدا، نفس العضله جابت للاعازه راح لها وطاها ستيمولس خلاها تتقلص جزئيا، وبهذه الطريقه صار ما يعرف بالمصل تون. اذا شرحنا الباثوي. نعم، ما هو الستراتش ريفلكس؟ الستراتش ريفلكس هو حسب عدد الفانكشن مالته، ولكن الميكانيزم اللي يصير بين الستراتش ريفلكس. الستراتش ريفلكس هو عباره عن من وظائفه انه يبقي لك المصل تون. ما هو المصل تون؟ انت اذا فهمت المصل تون يعني سيطرت على الستراتش ريفلكس. مصل تون، عندي مصطلح مهم اسمه مصل تون. ما هو المصل تون؟ المصل تون معناه التقلص الجزئي للعضلة، هو amount معين، جزء كمية معينة من الكونتراكشن للعضلة. فهذه العضلة، كل عضلاتنا دير بالك دائما تكون في تقلص جزئي. شنو فائدة التقلص الجزئي؟ التقلص الجزئي الموجود بعضلتنا اسمه مصل تون. شنو فائدته؟ فائدته حتى العضلة مالتك تكون دائما في طور الاستعداد لاي حركه مفاجئه، وايضا لها وظائف اخرى، ولكن بس اريد اوضح لك الصوره بهالشكل. فهذا المصل تون، تقلص جزئي للعضل، شلون دا يصير؟ هو هذا موضوعنا.
احنا نعرف انه يجي ستيمولس للعضله خليها تتقلص، هاي بحاله انا اريد احرك شيء، ولكن تقلص جزئي للعضله مستمر دائما اكو تقلص جزئي للعضله، يعني دائما اكو اعاز. شلون تتم هاي العمليه؟ ما هي الميكانيزمز؟ الميكانيزمز لهذه الامور فالميكانيكيه هي هاي، انه هذه العضله اللي انا دائما دا اسوي لها مسل تون، تقلص جزئي العضله لوظائف هسه راح نعددها وفوائد، هذا المسل تون اللي انا اريد اسويه تم عن طريق التالي: سنسري نيورون يطلع من نيوكليا باك نيوكليا تشين حامل المعلومات اللي هي وضع العضله ومدى تقلصها، ويوديها اللي يدخل من الدورسال هورن مال السباينال كورد ويسوي ساينابس ويا الموتور، فالموتور يروح يسوي تقلص للعضله، تقلص جزئي العضله في الدرجه معينه من التقلص، فالعضله تبقى متقلصه. يعني هو دائما يوصل المعلومات، وبالتالي دائما شنو؟ دائما يسوي تقلص، دائما يوصل معلومات، دائما يسوي تقلص، دائما يوصل معلومات، دائما يسوي تقلص، فدائما انت في تقلص جزئي. ما فائدة هذا التقلص الجزئي دائما لعضلتك الى وظائف هسه نشرحها. ملاحظة مهمة جدا، ملاحظة مهمة جدا، انه هذا من يطب هذا البرتقالي يطي كولاترال انتر نيورون، احنا شرحنا الانتر نيورون فيديوهات سابقة، فهذا الانتر نيورون هو انهيبيتري انتر نيورون، انهيبيتري مثبط. شنو فائدة هذا المثبط؟ يروح يثبط العضلة المقابلة لهذه العضلة، العضلة المقابلة لهذه العضلة. فإحنا الآن نجي نشرح باوع، أنت الآن هذا السنسري يسوي سينابس ويا الموتور، يسوي له ستيميوليشن، يسوي له ستيميوليشن ولكن يعطي كولاترال هذا البنفسجي انهيبيتري، فيسوي انهيبيتري لهذا الاخضر الطالع، هذا الاخضر الطالع وين رايح؟ رايح للعضله المقابله لهذه العضله. فاذا كانت عندي مثلا هذه ايدي، فاذا كانت هذه العضله انا دا اسوي لها تقلص، فهو هذا المنان الطالع راح يسوي انهيبيشن لهاي، ها فيسوي انهيبيشن للعضله المقابله. تمام تمام، هذا كل اللي موجود. الان نشرح في المصطلحات ذاك لك اياها بالمزيد، هي الرياكشن تايم. ما هو الرياكشن تايم؟ الرياكشن تايم هو مده، انتبه خاف تعرف معنى، هو مده انتقال الايعاز من العضله اللي راح يصير عليها ودخولها للسبان كورد وبالتالي اعطاء الاستجابه، هو هذا الرياكشن تايم. هذا الرياكشن تايم. ما هو السنترال ديلي؟ التاخير المركزي، سنترال ديلي. السنترال ديلي هو هذا المركزي هنا، دخول السنسري هذا هنا والساينابس اللي يسويها داخل السبانال كورد، وهنا يفكر ويسوي القرار المناسب هنا، هذا يسموه تاخير مركزي. يعني هذه العمليات اللي تصير هنا داخل المركز العصبي هنا داخل السبانال كورد، هذه هي يسموها السنترال ديلي. تمام. بعد عندي شغله، عندي الاغونيستس وعندي الانتي اغونيستس. شنو ذني؟ شنو اغونيستس وشنو انتي اغونيستس؟ هذه الاغونيستس معناها الداعم، تمام، هنا معناها المعززه، العضله المعززه، اغونيستس واكو انتي اغونيستس. يعني شنو باوع؟ انت الان عندك ستريتش ريفلكس. ما هو الستريتش ريفلكس؟ انت مثلا عندك ستريتش ريفلكس، مثلا صار ستريتش ريفلكس لهذه العضله، فانت الان من تسوي ستريتش ريفلكس مثلا ايش سويت فليكشن، فاكو عضلات مثل عضلات الشولدر ايضا راح يسوي لك هيك، يعني ايضا عضلات الشولدر ايضا راح تساهم هذا الريفلكس، فهذه راح تدعم هذه الحركه، هذه العضلات، فعضلات الشولدر هي داعمه لعضلات هذا الجوينت هنا الالبو جوينت، فهي يسموها العضلات الداعمه اغونيستس. اما انتي اغونيستس لا، هنا العضلات المقابله، العضلات الخصم. ما هي العضلات الخصم؟ مثلا هاي العضله شرحت لك اياها اللي هاي يسوي لها انهيبيشن، انه انت تريد تسوي كونتراكشن لهاي العضله الفلكسور، فانت لازم تسوي انهيبيشن للاكستنسر، هاي انتي اغونيستس. زين، ريسبوكال انهيبيشن شنو؟ ريسبوكال انهيبيشن
الريسبوكال انهبيشن يعني التثبيط المتبادل. شنو يعني التثبيط المتبادل؟ يعني العمليه هي عمليه ريسبوكال انهبيشن، يعني شنو يعني انت تقلص هاي وتسوي انهبيشن لهاي، نفسها بس مصطلحات حتى تعرف شنو معنى هذه المصطلحات. هذا الستريتش ريفلكس. ما هو تطبيق الستريتش ريفلكس؟ من تطبيقات الستريتش ريفلكس هو لما يضربون، شايف هاي الطبيب من يجي يضرب بالمطرقة على رجل المريض وبالتالي يسوي فالتقلص معين، او يضرب على ايده بالتندن هنا على التندن يضرب فيسوي ردة فعل، وهذا الستريتش ريفلكس. او مثلا مثال واضح لحياتك، شايف لما انت نايم بالسيارة او بالكي يخاف اكو ناس يعني ما راك بكيات او ما راك بوي سيارات، ها او اذا انت من غير دولة وتركبون هذا قطار ومن ذلك الاشياء اللي احنا مشابهة في العراق، فانت مثلا منعس طالع الصبح وجاي تغفى على الكشن، ماكو جاي تغفى على الكشن بهالشكل، او جاي تغفى على فرد شيء انت مثبت راسك عليه، ها شايف، وراسك مثلا زلق، راسك زلق تريد توقع، فمن راسك يزلق تريد، شوف انت من راسك زلق مثلا من الشيء اللي تم تشي عليه قبل ما راح توقع، قبل راح تصير ردة فعل وتصحى وترجع لوضعيتك، ها ملاحظها هاي، انت هيك بتشي مثلا 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 حاط ايدك هيك وانت نايم او هيك وقعد قبل يرجع جسمك، وهذا الستريتش ريفلكس. هذا الستريتش ريفلكس يعني لو ما هاي شايف وضعنا شلون، انت كان قبل تكربحت بالقاع وكان توقع على راسك، تنضرب هاي المنطقة هنا، هاي temporal bone، وهاي منطقة شنو ضعيفة تكون، وبالتالي يصير عندك نزيف داخله إلى آخره. فإذا قصدي شنو قصدي الستريتش ريفلكس، هذا تطبيق من تطبيقاته، فهو تقلص جزئي للعضلة، العضلة متقلصة جزئيا وتكون متأهبة ومستعدة لأي حركة سدنلي، أي حركة مفاجئة، أي حركة مفاجئة، واحد يريد يضربك بوكس أنت قبل شنو حركة مفاجئة، أكو تقلص جزئي خليها مستعدة، أو لا أنا مثلا أنت حاط إيدك هيك وأنا أجي فجأة أجر إيدك، ها أنا من راح أجر إيدك إيدك ما راح قبل تجي وياي، لا راح تبدي مقاومة إلي بسبب الستريتش ريفلكس والمصل تون، والمصل تون. جيد اشرحنا، الآن نجي للفانكشن، عددت هنا الآن ولكن نجيهن بطريقة مرتبة، ما هي الفانكشن مال الستريتش ريفلكس، ما هي الفائدة؟ أول شيء establishment of muscle tone. شنو establishment of muscle tone؟ يعني إنشاء establishment of muscle tone، يعني إنشاء المسل تون. ما هو المسل تون؟ المسل تون شرحت لك ما معنى المسل تون. المسل تون هو التقلص الجزئي للعضلة، يعني العضلة ترى عضلتك مدائما مسترخية، كل عضلات جسمك بيها تقلص جزئي، اكو تقلص جزئي دائما العضلة، هذا التقلص الجزئي شنو فائدته؟ هسه نعدد فائدته، ولكن منو اللي يسوي؟ اللي يسويه هو المنو الستريتش ريفلكس، الستريتش ريفلكس، وهاي الميكانيكية شرحت لك اياها هي التي تقوم بانشاء المسل تون، حيث ان السنسر ينتقل ويروح للسبان كورد وبالتالي يطي موتور ويخليه متقلص جزئيا، فينشئ لي المسل تون. ما الفائدة؟ نعم انشأت المسل تون، وبعدين وين تريد توصل؟ اقول لك المسل تون حيفيدني بثلاث فوائد، اربع فوائد بالحقيقة، هو maintain same length، يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني resistance للستريتش، يحفظ نفس length of، طبعا هنا انا قاطع بس ماخذ هاي الكلمة حتى اتذكر، maintain same length of muscle of muscle fiber، يعني هاي عضلتك، هاي عضلتك دائما بيها تقلص جزئي حتى دائما يحفظ عضل، يحفظ طولها. يعني شلون يحفظ طولها؟ يعني هذه عضلتك، خلينا نفترض هذه عضلتك، هذه عضلتك، هذه عضلتك دائما بيها تقلص جزئي، ليش بيها دائما تقلص جزئي؟ حتى اني لما اجي اريد اسحبها ما راح تنسحب وياي قبل تنمد وياي، لا اكو مقاومه تقاوم هذا السحب وبالتالي تحافظ على الطول مالتها، تحافظ على الطول مالتها، هو هذا الفائدة، ها ريزيستنس للستراتش، للستراتش. بعد keep your muscle ready، دائما تحفظ العضلة مالتك متأهبة ومستعدة للحركة، ها ماكو مسل تون اكو تقلص جزئي، وهذا التقلص الجزئي من فوائد انه دائما عضلتك متأهبة لأي حركة ممكن تريد تصير، فانت اذا تريد تسوي حركه عضلتك متاهبه دائما ومستعده. زين
بالانس اند بوستشر. البالانس والبوستشر بالله عليك الان لو ما بعض اكو تقلصات جزئيه هنا برقبتي وبظهري وبالشولدر بهالشكل، اكو دائما بكل عضلات جسمي تقلصات جزئيه حتى تحفظ الوضع مال جسمي والبوستشر. لو ماكو تقلص جزئي شان هسه انا قبل اخرط قبالك بهالشكل، عارف شلون؟ ليش؟ لان ماكو تقلص جزئي. فهذه من وظائف التقلص الجزئي هي البالانس اند بوستشر. بعد ها سيفتي ميكانيزم، سيفتي ميكانيزم لأي suddenly muscle contraction أو muscle action. ها فهي تحفظ، هي وظيفتها حماية ها من أي حركة شنو مفاجئة، أي حركة تتري سواها مفاجئة. مثلا دائما أكو تقلص جزئي، حتى من يجيك واحد يريد يضربك راجل أنت قبل شنو قبل تقدر تسوي اكشن بالعضله مالتك. العضله مالتك متقلصه جزئيا، يعني شلون عندها احماء، شايف اللاعب من يحمى فهي شلون عندها احماء، فمنو عاد يدد بكره تقبل تتجنبه. ها فاي حركه مفاجئه انت دائما عندك ميكانيزم للحمايه. بس اذا جاك الراجدي مال حجي هذا ما تلحق عليه ابد، يجيك سريع، هذا ما ينطبق عليه الستريس ريفلكس. اعذرني عزيزي هذا ما يشتغل وياهنا هاي السالفه. فهذا stabilizement of muscle tone، هاي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية للستريس ريفلكس، يعني الفائدة الأولى هو muscle tone. الفائدة الثانية ها stabilization of body posture during motor contraction أو motor action. يعني شنو؟ يعني أنت تريد تسوي فد وظيفة حركية دقيقة، لاحظ دقيقة. مثلا تريد ترسم، انت تريد ترسم. عندنا هواي فنانين بالجامعه، ترى عندنا هواي رسامين ومحترفين بهالشكل. ها فانت تريد ترسم، هذا الرسم هو عمليه دقيقه ولازم تسوي اكشن دقيق ولازم تسوي كونتراكت ولازم تحدد المواقع بشكل مضبوط وبشكل دقيق. ها عمليه دقيقه، هاي الدقه تحتاج منك شنو؟ تحتاج منك بودي بوستشر. لازم البودي بوستشر باك جراوند، لازم عندك خلفيه ثابته، لازم الشولدر ثابت، لازم الالبو ثابت، لازم ظهرك ثابت بهالشكل. ها حتى تسوي هاي الحركه الدقيقه. من هو المسؤول عن ثباتيه الشولدر والالبو والجسم وبهالشكل؟ المسؤول شنو؟ نعم المسؤول هو الستريس ريفلكس، هو المسؤول عن هذا شنو، هو المسؤول عن الستريس، هو المسؤول عن هذه الثباتيه. نعم هسه احنا فهمنا الوظيفه، هاي انا اعطيتك الوظيفه. ما هي الميكانيزم؟ خلينا نشرح لنا الميكانيزم. ها هي الفلسفه تشرح وات اند هاو، كيف، ما هي الوظيفه وكيف. كيف كالتالي، انت الان تريد ترسم، العمليه هاي الدقيقه هي بايدك انت تسويها، ولكن انت تحتاج الالبو ثابت، الشولدر ثابت. شلون تثبتهن؟ تثبتهن من خلال انه هذا المفصل تثبته، هذا المفصل شلون تثبته؟ لازم هذا العضله اللي هنا الفلكسور وهذا العضله اللي هنا الاكستنسور، اثنيناتهن متقلصات جزئيا واثنيناتهن شادات المفصل بنفس القوه ومثبتات هذا المفصل، فلازم اثنيناتهن عليهن تقلص جزئي. ها تقلص جزئي، شوف شلون؟ ولكن يكون هاي وهاي، مو بس وحده، لو بس وحده هاي تروحيش، لو زاد تروحي، فلازم اثنيناتهن حتى تثبت لي هذا المفصل. شلون اثبتهن اثنيناتهن؟ اقول لك القامة، هذا القامة ماكو هنا مثل ما تعرف انت، وانا شارح لك هذا، اكو قامة يجي لهنا، يجي للاند بورشن، قامة يجي للاند بورشن، هذا موتور، موتور يجي للاند بورشن، شرحناها بالمصل سبندر، يسوي كونتراكشن هنا كونتراكشن هنا، فيسحب النيوكليار باك ويسحب النيوكليار تشين، فيخليهن متحسسات، يعني ينقلن دائما اعازات اكثر واكثر واكثر واكثر، فينقلن السنسري دائما اكثر واكثر، فبالتالي هاي تكون مستثاره اكثر العضله ودائما متاهبه. فبهالشكل يدز جاما لهاي العضله وللعضله اللي تقابلها، اثنيناتهم يدزنهن جاما للاند بورشن حتى يتقلصن منها ومنها، حتى تسحب الميد بورشن هذا الجزء السنسري، حتى هذا دائما يودي معلومات، دائما يكون حساس جدا، ويرجع للعضله ودائما يسوي لها اكزايتيشن، يسوي لها تحفيز واستثاره. ف
فهذا الجاما يروح فيرجع السنسري مثل ما تعرف، ودائما تكون بالتالي بمصل تون وتقلص جزئي. ملاحظة مهمة أنه ذني يودن معلومات السنسر بنفس الوقت، يعني إذا هاي راحت شوية منه هاي قبل تودي نفس المعلومة، يعني المعلومة اللي توديها العضلة والمعلومة توديها العضلة بنفس الوقت يروحن، حتى دائما يحفظن المفصل بنفس الطريقة، ودائما أكو تفاهم وتواصل ودائما بنفس الوقت حتى تكون ثابتة بشكل جيد. بالميجر جوينت هنا وهنا وهنا يحفظن هنا بهالشكل، وبالتالي يبقى المفصل ثابت وانت تقدر هنا تسوي الحركه المناسبه، وبالتالي هذا المفصل ثابت وقوي وابد ما يتحرك، وانت بس ايدك تحركها بشكل دقيق. هاي هي الميكانيزم بشكل كلش واضح ورسم شلون حلو. ها هاي الوظيفه الثانيه، الوظيفه الثانيه سموثينج فانكشن اوف ستريتش ريفلكس اجينست الان سموثد موتور سيجنال. موتور شنو؟ موتور سيجنال. هاي سيجنال شنو هنا نباوع؟ خلي بالك ويا خاف الفيديو طول بس راح اشرح بسرعه. دائما انت من تريد تسوي حركه في السباينال كورد او الجهاز العصبي المركزي بشكل عام يعطي اعازات، هذه الاعازات تخلي في بالك تقول ان سموثينج غير خلينا نقول غير غير سلسه، غير سلسة. يعني شنو غير سلسة؟ يعني باوع، يعني يعطي إعاز قوي، إعاز عالي، ورا شوية إعاز ضعيف، ورا شوية لا يرجع لإعاز يصعد، إنه بيتغير ينزل، إنه يعني شوف ما متسل مو سلس ولا في في يعني شلون أقول لك لاينر، يعني مو لاينر، يعني مو حركة خطيه، وإنما لا متذبذبة. ها بالضبط متذبذبة، يعطيها إعاز قوي بعدين يتغير يضعف الإعاز بعدين يقوى، هذه بشكل عام. ولكن وجود الستريتش ريفلكس يمنع هاي. الله شفت شلون وجود الستريتش ريفلكس يمنع هذا التذبذب مال إعازات، فيخلي الحركة لا والله الحركة غير متذبذبة. فشوف شو يسوي سموثينج فانكشن مال الستريتش ريفلكس يعاكس السموثد موتور ان سموثد موتور سيجنال. هاي الاشارات اللي تجي اللي هي ان سموثنج لا متذبذبه عالي انه بينص عازي شوي انه بيعلي، لا هذه الستريتش ريفلكس يعاكسها دائما يخليها لا متسلسله ولاينه. تمام تمام. فاذا فقدت الستريتش ريفلكس بعد الاعازات ما تجيني متسلسله وانما تجيني اعازات متذبذبه بهالشكل، اعازات شايف شلون متذبذبه، تبي تحرك ايدك هيك شوف شلون متذبذبه، اما هاي ستريتش ريفلكس يخلي لك اعازات سموثينج بحيث انت تتحركها بكل سلاسه. ها اها. بعد انهانسمنت اوف اكسترا فيوزال فايبر كونتراكشن، يعني يحسن ويقوي ويعزز الاكسترا فيوزال فايبر كونتراكشن. يعني شنو هاي الاكسترا فيوزال فايبر؟ مو قلنا من شرح مصر بندق قلنا هاي الاكسترا فيوزال هاي بالجوزي هي المسؤوله نعم عن الكونتراكشن مو لا، وبالتالي تحريك المفصل وتحريك العظم وانشاء الحركه. فهذا الاكسترا فيوزال فايبر وجود الستريتش ريفلكس يحسن ويعزن الكونتراكشن مالتها ويقوي الكونتراكشن مالتها. فانت اذا تريد تشيل حمل ثقيل عارف شلون لود يسموه، اذا تريد شمل شنو تشيل حمل ثقيل اقوى من مالتك الاكسترا فيوزر فايبر، فهذا الستريتش ريفلكس حيدز لك موتور هذا للاكسترا فيوزر وايضا جاما للانترا فيوزر حتى تعزز وتحسن وتعزز وتضافر الاكسترا فيوزر، وبالتالي تتقوى الاكسترا فيوزر وتقدر تشيل هذا الحمل الثقيل. هي هاي الوظيفه رابعة. خلصنا الستريتش ريفلكس ان شاء الله ما نسيت اي معلومة وشرحنا بالتفصيل، وشكرا لكم. كان موضوع مهم جدا وحساس وصعب ادري، ولكن انا سهلت لك اياه وشرحت لك اياه بطريقة كلش حلوة، اتمنى عجبك عزيزي مشاهد جميل. هذا الفيديو تم تصويره في العيد، عيد الفطر المبارك، هذه هي هديتك وعيديتك بهذه المناسبة الجميلة. كل عام وانت بخير وان شاء الله اشوفك من احسن الاطباء، وان شاء الله طبعا يعني احسن اطباء جمعه محمد حسين، لا 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 عزيزي ان شاء الله كنا نكون ناجحين، وشكرا